وحشتني. كذاب. ليه كده يا بنت الحلال؟ يعني أنا بقول لك كلمتين حلوين وأنت تصديني كده؟ أنا مش قصدي، بس أصلي يعني. إيه؟ مكسوفة؟ أقول لك الحق؟ وأنت تقدري تقولي حاجة غير الحق؟ ده أنا أزعل منك قوي. طب إن شاء الله أموت، وإن شاء الله ما يطلعش عليا نار لو أي مرة أطلع كلمة واحدة من ورا قلبي. أقول لك على حاجة، على النعمة من نعمة ربي. أنا ما مصدق إن إحنا اتجوزنا وقاعدين في أوضة واحدة. إيه مالك؟ مالك؟ أنا في حاجة كده حاسة في نفسي وعايزة أفضفض بيها كده من أولي. قولي قولي يا قلبي سليم. أنا عارفة إن أمك ما كانتش راضية على الجوازة دي. ومين اللي قال لك كده بس يا بنت الناس؟ البلد كلها عارفة أمك ما كانتش راضية لا عني ولا على الجوازة من أصله. وأبوك الحاج الله يكرمه هو اللي نصفني. بس أديكي قلتيها بعظمة لسانك. أبويا الحاج قال كلمته، وطالما أبويا الحاج قال كلمته مفيش كلمة تانية تتني ورا كلامه. خلاص ما هاني هنقعد معاها في بيت واحد وليل ونهار وشي في وشي، وأني بقى نخاف بقى إن يحصل أي حاجة. ورب محمد شكلك مرة بتحبي النكد، وأني ما بحبش النكد. بقاني عمال أقول لك إحنا قاعدين لوحدينا واتجوزنا وقاعدين في أوضة لوحدينا واتجوز شرع ربنا، وأنت عمالة تقولي كلام ماسخ ده. إيه يا بت في إيه؟ مالك؟ ما هي مش قصدي، أنا بس خايفة أي حاجة تحصل وبعدين تفتكر ان انا السبب. يا بنت انا مش عايزك تفكري في اي حاجه دلوقتي غير اني وانت قاعدين لوحدنا واتجوزنا وحلال وشرع الله. وبعدين امي زي اي ام في الكفر عايزه اتجوز ابنها لجنيه طالعه من تحت الارض لملاك نازل من السماء. نقول لها ايه؟ كلامك ده في الاحلام يا حجه ولا نسمع ونسكت؟ لا نسمع ونسكت. يعني ليلتنا بيضه بالصلاه على النبي. ايه دي؟ طب ما تغير هدوم. انا ما بغيرش هدومي. بيتي يا محاسن، بقالي ساعة، ساعة بنده عليكي لما حسي تنابح. ايه؟ اترشيتي؟ نايمة على ودانك؟ معلش حقك عليا ياما ما سمعتش. ياما؟ يا بنت أنا مش قلتلك 100 مرة ما تقوليليش ياما دي؟ قولي، المحروس جاي إمتى؟ ما نعرفش، بس يمكن يجي على الفجر. كلمك؟ لو النعم، أنا اتصلت بيه كتير بس ما كانش بيرد عليا. وهو يعني لو كلمك هتقوليلي؟ يا اختي حصر عاجبه فيك ايه؟ اختي بلا نيله. بت بتبصلي كده ليه؟ ما تاكليني يا بنتي بعيونك ولا اقول ليك خدي لي تصويره يمكن تبرد نارك شويه. معاش ولا كان اللي يضايقك؟ فزي فزي يومي عندنا عجيب. الزفت ده العجين يطلع منه رغيف محروق ولا معوج يومك النهاردة مش فايت. وانا من امتى يا حاجة كنت بوصلك خبيث؟ يا بنت مفيش مرة اكلمك على حاجة وتقولي حاضر؟ الكلمة يترد عليا فيها بعشرة. انا مش عارفة انت زعلانة مني جوا كده ليه؟ هو انا عملت فيكي حاجة؟ كفاياكي بقى، ده انا ما بفتحش بوقي بكلمة واحدة. بقولك ايه، العجين يعمل عمودين، رغيف واحد ينقص هنقص عمرك النهارده. كفايه يا حاجه كفايه، ده انا عمري ما زعلت ولا فرحتني يا اختي. هو في بعد الوكسه اللي انا فيها؟ ابني ابني وفرحه عمري يتجوز ولحد النهارده ما اشوفلوش خلفه؟ متجوز ارض بور لا فيها بذره نافعه ولا طرحه. والاكده يا اختي مش عارفه عاجبه فيكي ايه، بيحب فيكي ايه، وكمان مش عايز يتجوز.
بس اني وربي ما هسكت علشان انا عارفه انك سحراله. اني ليه؟ ده انتي عارفه انني بنحبك وبنحب سليم، نعمل فيه كده ليه؟ ربنا بس اللي يعلم انك ظلماني. ظلماكي؟ قادر ربنا، قادر ربنا يقهرك زي ما انتي قهراني. روحي منك لله، منك لله. عيني عليك يا محاسن، والله البت دي حملت قسي. انا مش عارفة هي مستحملة الهم والنكد ده كله ليه. بنت يا جميلة، مالناش دعوة احنا بالمواضيع ده يا بيت قطومي خالص. مالناش دعوة ازاي؟ هي مش بني ادمة وعايشة معانا في نفس الدار؟ بقولك ايه، روحي بقى يا سنيورة غندورة قولي لامك الكلمتين دول بره يا اختي. يا لهوي امي، انت عايزة ترميني في الترعة يا راجل انت؟ ترعت مين يا ولية؟ هو انت هتحصلي تروحي ترعي؟ دي هتزقولك كده في الطرنش وتحط عليك غطا البكابورت. وطالما انت بقى مش هتعرفي تتكلمي مع امك، اقطمي يا بنت خالص على الموضوع ده، اقطمي. انا لو اعرف انك جبلة كده انا ما كنتش اتجوزت. ايه يا بنت الجبلة دي يا بنت عيب كده، عيب المرأة في السعادة يا بنت امال. يا شيخ اقعد، انا لازم اشوف لي صرف. انا هكلم سليم اخويا يشوف لها دار تانية تقعد فيها، البنت كده هيجي لها نقطة. يا بيت يا بيت، انت عايزه تفهميني يعني ان انت قلبك على الست محسن دي؟ ايوه. صعبانه عليا هي، يعني مش بني ادم ولا مش بني ادم؟ يا سلام عليك يا بيت، والله العظيم ثلاثه، انا ما اعرف انك حنينه وعاطفيه للدرجات. ما تكسفنيش بقى يا جابر. ايوه انا ما بحبش الظلم بصراحه، يعني البت شايله البيت كله على كتافها من فوق لتحت، وكمان مش عاجب. ماني برضو بصراحه كده يا بيت، امك عندها حق، قلبها وكيلها على ضلاها يا بيت، ونفسها تشوف حتة عايل يا بيت قبل ما تموت. هو يعني بخطرها؟ خلاص يا بيت، ست محسن دي تسيبه يتجوز يا بيت. يا لهوي، يعني انا يا جابر لو كنت ما بخلفش كنت هتتجوز عليا؟ لا 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 يا بيت، لا انت حاجة تانية خالص يا بيت. ايوه كده تعدل يا راجل. مش جابلي جابلي يا بيت. ده انت المهر الجميل، وانت يا بيت انت اللي في العين ونيني والحته الجوانيني. اللي هي تطلع فين الجوانيني دي يا جابر؟ بص يا بيت، هي جنب الطحال هنا كده. يا متعلم. بقول لك ايه يا بيت؟ ايه؟ ما تجيب مشحنك قبل ما العيال يصحوا من النوم يا بيت، ولا اقول لك يا بيت افتح بوقك اديك الخنتالو، خد يا بيت. خد يا بيت خد. يا محاسن. جميلة، ايه اللي مصحكي لغايه دلوقتي؟ ما جاليش نوم، قلت اما اجي اقعد معاكي شويه. ماشي. بقول لك ايه، لو تعبانه قومي ريحي وانا اجي اخبص مطرحك. يا اختي، يعني هما اللي ناموا كانوا عملوا ايه؟ ما تزعليش من امي يا محاسن. والله انا مش زعلانة، تاني كمان عذراء، ما هي برضو من حقها تفرح بابنها وتشوف خلفته. هتصدقيني، أنا قلت لسليم يتجوز، هو اللي مش راضي. قلت له اسمع كلامي، اتجوز واحدة تجيب لك عيل يشيل اسمك وتفرح قلبك وتفرح قلب أمك. بس هو بدل اللي عمال كل شوية يقول لي شيل الموضوع ده من راسك خالص، أنا ممنونة كأني مش سامع منك أي حاجة. عشان بيحبك يا هبلة. والله ما عدت عارفة يا جميلة. يا حوستي بقى، مش عارفة سليم بيحبك ولا لأ؟ طب يا ريت انا جابر يحبني نص ما سليم بيحبك. طب اقول لك، عارفه البت فاطمه كانت دايما تقول لي انه كان يطلع وراكي مطرح ما تروحي، وانه يوم ما انضرب يا بت كان عشانك، مش كده؟ عارفه اخوكي ده كان قاطرني منين ما تخطي رجليها في حته، وقالي كنت على طول نشوفه كده ماشي وراي، نبص عليه ونعمل نفسي كده، قال لي يعني مش واخده بالي. بس مره فضل قاطرني قاطرني، ويا دوب كده فجأة لقيته لف وجو جف قدامي، وإلا راسه ألف سيف إنني أضحك له. وضحكتي؟ نضحك لمين؟ أنت اتجنتي ولا إيه؟ ده كان أبوها جت على رقبتي. طب قولي لي، أنت بقى بتحبيه؟ بنحبه. أنا سليم بالنسبة لي
زي العيد. عارفه العيال الصغار كده لما بيفرحوا بهدمه جديده على دخله العيد؟ عارفه لما تبقي قاعده كده في قاعده حلوه مع ناس حلوه وتاكلي لقمه انت مبسوطه؟ عارفه الدفى بتاع الشمس لما تطل كده مره في عز الشتاء؟ هو ده بجسلي، هو بالنسبه لي العيد والدفى. أني عشت مع سليم، أني حسيت بالدنيا كلها وأني مع سليم. نفسي أقول الكلام ده لأمك يا جميل. يا حوستي السودة، جاتك خبا يا جابر. بس يا بنتي يا هبل، طب والله جابر ده طيب وابن حلال. أي يا أختي، ونطع وما بيعرفش يتكلم، مش فالح غير في عايزة أكل عايزة أشرب، بلا خيبة. حرام عليك يا جميلة، خدي كده يا بنت على الهادي وطبي عليه وادي له حنيه. الراجل يحب الست الطيبه اللي تحس بيه وتحسسه ان هو كبير. مش ده يا اختي، ده لو حس بكده يتمارع ياكلنا انا وامي ويحل بيك انت واخويا. طب والله انا بندعي لك ربنا يهدي سرك ويسعدك ويهنيك يا رب. بقول لك ايه يا بنت؟ ايه؟ استني، انا عملت حاجه كده بس عايزاها تبقى بيني وبينك. حاجي؟ حاجتي دي؟ أنا حجزت عند الدكتور. حجزت لمين؟ ليكي يا أختي. كده من نفسك؟ وإيه المشكلة؟ خلينا نروح ونشوف، يمكن ربنا يفكها ويفتحها في وشك. وصلي تعبت يا جميلة من لفة على الدكاترة. أنا سمعت في التلفزيون إن في حاجات كده بيعملوها بتخلي الواحدة تحمل حتى لو عندها شوية مشاكل. وأنا عايزة أخويا يخلف يا محاسن، بس منك أنت يا بت. يا بنت انا بحبك وعاملك اختي. ايه اقولك بقى؟ طب ولو سليم عرف؟ هيعرف منين؟ اني هقول انني اللي تعبانه وعايزه اروح للدكتور وهاخدك معايا. قلت ايه بقى؟ عبيلي 2 كيلو بصل وكيلو خيار اخدهم معايا البيت وانا مروح يا ام مصطفى. طيب شكرا. ازيك يا ابو الحق؟ الله، هو انت في البلد؟ انت مش قلت يا جدع انت انك نازل مصر النهارده؟ مالك يا سليم؟ شايل طاجن ستك ليه فوق دماغك؟ كلمني. أنا زهقان يا جابر. من إيه؟ في حد زعلك يا أخويا؟ بيني وبينك مفيش حاجة في الدنيا دي تفرح. الدنيا ما بقاش ليها أي طعم. بص يا جدع أنت، أنت طول ما أنت كاتم في قلبك كده وكل شوية تتنرفز وتزعل، خلي بالك الموضوع ده ممكن ينجس في عمرك. بعد الشر عليك يعني. انت لازم تفضفض، اتكلم معايا، قول لي ايه اللي مضايقك. مفيش حاجه يا جابر، سيبني في حالي. طيب امك بتسال عليك ومرتك ما نامتش طول الليل، الكل زعلان. يا عم روح واني هروح، هتلاقيني في ديلك على طول. امشي. ديل ايه يا اخي؟ عيب عليك كده، انت شايفني بنطح يعني؟ طب بالله عليك فضفض وقول لي ايه اللي مزعلك بس وبتفكر في ايه يا جدع. انت ليه لازقه يا جدع؟ انت صدغ ليه معايا؟ بقول لك مفيش حاجه ومخنوق. انا ماشي وسايبها لك، هتقبر حارتي يعيشك. يعيشني؟ ماشي يا سليم، انا اللي غلطان والله العظيم. ثلاثه انا اللي غلطان. محاسن اخبزي عدل، مش كل مره الخبيز يطلع نصه بايظ. حاضر يا خالي. يحضر لك الخير يا اختي. يا ساتر. بس
بسم الله ما شاء الله الله هو أكبر. تعالي. صباح العسل على أحلى حاجة. صباح الورد. عاملة إيه؟ أنا كويسة زي الفل يا وليه، مفيش مرة أقول لك تعالي إلا ما تيجي متأخرة. والله العظيم غصب عني، أنت عارفة النهاردة في سوق، يا دوبك لميت الفرش وجيت لك. طب يلا تعالي خش. تعالي حبيبتي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اقعدي. محاسن. نعم. سيب العجين وقومي. يوه، هو مش أنت يا خالة اللي جبتيلي؟ خلص الخبيز مكاني وبسرعة يا بنت. يا مري، هو أنا ما أقولش كلمة إلا ما يترد عليا بعشرة؟ قومي. ماشي، هلم الحاجة هون. ما تلميش. يوه. أنت حرة. يا بنت فزي. أهو. طب بنقول لك إيه؟ نعمل لكم شوية شاي كده شربوهم أنتوا بعدين. لا يا أختي، ما عايزين شوية شاي. اطلعي. اطلعي يا بنت. يا لطيف. وليلي، كلمتي الوليه الكبيره؟ امال، وقالت لك ايه؟ هي موافقه، بس بتقول لك الكلام كده على الطاير ما ينفعش. يعني البنت ما حدش متكلم عليها؟ لا، ما حدش متكلم عليها، ولو حتى حد متكلم عليها ده انتوا احسن دار. ريحتي قلبي على البركه. انت بتعمل ايه يا بنت؟ صراحه كده الست النبويه دي ما بتنزلش من زور. تقومي تتصنطي عليهم؟ لا، مالكيش حق ابدا. أي ساعة ما دخلت البيت ده والدنيا كلها بتطربك فوق دماغي، وأم الحاجة ما بقتش بتطيبني ولا بتيجي حتى تبص في وشي. ولا أنت كمان نسيتي لما كانت هي عايزة تجوز سليم واحدة تانية غير؟ وفي حاجة كمان خايفة أقولها لك لا تزعلي مني. قولي يا أختي، فيها تاني؟ يعني قلبي بيقول لي كده، إن الولية دي هي السبب في عدم حبلاني. اكتمي يا بنت، اكتمي، يكونش عقلك يا أختي بيصور لك إن أمي سحرالك. شفتي؟ أني كنت عارفة إن أنت هتزعلي مني. أيوه طبعًا هزعل، لا كله إلا كده، بقاني عاملاكي أختي يا محاسن، وأقول لك هاخدك معايا للدكتور، وأنت تقولي في الخبلان ده؟ تعالي يا أختي، تعالي يا أختي، هتودي نفسك في داهية أكتر ما أنت رايحة. سعدية، اطلعي انتهي المحاسن. محاسن، أنت يا محاسن. ايه يا خاله، في ايه؟ يا خاله، في ايه؟ انا امبارح عدى الفراخ 10 فرخات، النهارده لقيهم 9. ازاي؟ راحت فين الفرخه؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ ما انت عارفه يا حاجه، انا ما بطلعش على السطوح خالص وماليش دعوه بالفراخ. شوف يا اخويا، تفتكري بقى كهن النسوان ده هيخيل عليا؟ تلاقيكي خدتي الفرخه رحت اديتيها لابوكي يرمي بيها عظمه. لا يا خاله، كده كتير، عيب كده؟ عيب؟ انت يا بنت بتقولي لي عيب؟ بتردي عليا وتعيبيني؟ يا خاله بس ما ينفعش تسرجيني برضه، ما يصحش كده. لا، ما انا كل حاجه يا اختي كده باكلها بمزاجي، الاقي العيش ينقص اسكت واقول يا بنت معلش زيكا، الاقي الزبده تنقص اقول مطرح ما يسري يمري، اللبن القاه نصه اقول يا بدويه فوتي، لكن لحد الفرخه دي بقى ولا لا. انت اللي كفاياكي بقى، احنا مش حراميه. ايوه يا خال، واحنا مش مستنيين عيشك وفراخك عشان اسرقهم واروح اقضيهم لابوي. انت بتردي عليا يا بنت؟ يا لهوي، ده اللي كان ناقصني. يا نهار اسود، يا نهار اسود. معاش ولا كان يا حاج، انا ما نقدرش نرد عليكي بس كده بزياده. بزياده؟ وانت لسه شفتي حاجه؟ ده تقيل جاي ورا. تجيلي؟ تجيلي اكتر من اللي انا شايلاه في البيت؟ حرام عليك يا حاج، كفاياكي كده، انا تعبت. انت ترضي بنت الجميله حد يعمل فيها كده؟ ده انا عايشه خدامه تحت رجليكي انت وعيالك في البيت، عمري ما فتحت بوجي بكلمه. اوعي تفتكري يا حاج ان انا هبله ولا ضعيفه ولا خايفه من حاجه. لا، ده عشان انا طيبه وبنت اصول، وعلشان كمان انا بنحترم الراجل اللي انا عايشه هنا في خيره. بس الحد السرقه ولا يا حاج، كفايه بقى. اتمسكني يا بنت اتمسكني، واعملي عليا كهن النسوان. ما تيجي يا اختي تاخدي لك قلمين. في ايه بس ياما؟ هي عملت ايه؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا خلاص زهقت وما عدتش طايرة العيشة دي. خلي أمك تسكت، أمك بتسرقني. أنا لا جعانة ولا أهلي جعانين عشان ناخد من بيتكم ونجري نحط عندهم. سيرجي، ليه كده ياما؟ ليه كده ياما؟ اتمسكني يا بنت واعملي شويتين بتوعك، ده ناقص يا أخويا تقلع مداسها وتضربني بيه. في إيه يا محاسن؟ في إن أمك بتذلني وأنت عارف، وساكت يا سليم عشان مش عايز تزعل أمك. بس تاني خلاص مش هتحمل تاني
عشان أنا مش جبل ولا أنا طوبة. يا كبدي قطعتي قلبي، اعمليهم يا أختي اعمليهم. طب اطلعي أنت فوق دلوقتي يا محاسن، يلا. يمين بعظيم ما أنت بيتة فيها الليلة. ماشي يا حاج، وأنا مش هكسر يمينك يا حاج، هلم هدومي وطالعة على بيت أبويا، أهو الحاج أكل معاه بقية الفرخة. كالكدب يكون تايه عن جحره. في ايه يا ضنايا؟ ساكت كده ليه يا اخويا؟ طبعا تلاقيك مش مصدق من امك ولا كلمه ومصدق السنيوره بتاعتك. تكون شهاده عامله لك عمل. عمل ايه بس ياما؟ ده انت اكتر واحده عارفه ان هي غلبانه. ايه غلبانه؟ وامك اللي شطانه. روح داهيه تخيبك، روح روح لها امشي. داهيه تخيبك وتخيبها يا بعيد. خلاص يا محاسن. لا مش خلاص، علشان انا مش حرامية واهلي مش شحاتين يا سليم. طب لو قلتلك عشان خاطري؟ خاطرك غالي عندي، انت عارف ان انا ماليش في الدنيا حد غيرك انت، بس انا تعبت والله العظيم، تعبت يا سليم. خلاص ما تزعلش نفسك وكبر دماغك كده وما تشيلش هم. على فكرة أنا عارفة إن أنت ما كنتش في مصر، وعارفة كمان إن أنت ما سافرتش من أصل، ده أنت أخوك كنت بايت في الغيط. مين اللي قالك؟ الولا شعرنوب ابن البجال، وقال لي كمان إن أنت كنت بايت في الخص. بقول لك يا سليم، هو انا يا اخوي مش كذا مره قلت لك اتجوز؟ ما تتجوز وافرح وفرح امك بحته عيل، ما هو ده برضه حق. امك كمان معذوره، ما هي من حقها برضه تشيل ولد ولدها وتفرح بيه. وانا بقى بصراحه لو كنت مكانها كنت عملت اكتر من كده. انت طيبه قوي يا بنت محاسن، وانا بحبك قوي. أني عارفة إن أنا طيبة، بس الطيبة دي اليومين دول خلاص ما بجالهاش عازي. لو بتحبني بجد يا سليم سيبني أروح بيت أبوي، يمكن هناك أستريح. أنت ترتاحي وأنا ما أستريحش، مش هرتاح لو أنت بعيد عني. يا سلام، لو كلامك ده حقيقي ما كنتش قدرت تبعد عني يوم بحاله. بس أنا عذراك، أنت برضه زهقت خلاص من كتر النجار بيني وبين أمك نهار وليل. بس والله العظيم أنا مالية ذنب. عارف يا محاسن، عارف. خلاص لو عارف بصح سيبني، سيبني وحياة غلاوتي عندك، أروح عند أبويا يومين بس. يا بنت تفهمي أنا ما أقدرش أبعد عنك ولا يوم واحد. أخويا هو بيت أبويا بعيد، لما تبقى عايز تشوفني بجد وتقعد معايا تعالى لينا. سليم أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة، أنا اتفقت مع جميلة هتاخدني وتروح معايا للدكتور، أهو يبص علي يمكن ربنا كده يجعل عنده الشفاء ويكرمنا بعيل. هو أنت ليه فاكرة إن موضوع الخلفة ده فارق معايا أوي؟ طب تلاتة بالله العظيم، أنا لو ليا شك في الجواز ولا خلف عيل تاني ما كان زمان اتجوزت زي ما أنت قلت لي من زمان، لكن تلاتة بالله العظيم أنا ما فارق معايا أي حاجة غيرك أنت يا محاسن. عارف يا سليم، هو كلامك ده بقى اللي عامل زي السكاكين بيقطع في قلبي. ليه بس يا بنت الحلال؟ عشان أنا عارفة ومتأكدة إنك نفسك في حتة عيل، وإنك بتيجي على نفسك علشان تراضيني وما تكسرش بخاطري. عرفت ليه سكاكين بتقطع فيا؟ طب وعزة وجلال الله أنا ما عايز عيل، طب وإيه قولك بقى إن أنا هنزل دلوقتي لأمي وأقول لها إن أنا هاخدك ونقعد في دار تانية؟ لا يا سليم،
لا ما ينفعش، اوعى تعمل كده. لا هنزل واللي يحصل يحصل. لا مش هتنزل، اوعى. انت كده هتخليها تكرهني اكتر ما بتكرهني، ده غير انها هتغضب عليك. دمك يا سليم. وبعدين انا مش عايزاها تقول ان ابنها البكري فضل مراته عليه. اسمع كلامي. طب اعمل ايه بس عشان ارضيكي؟ لو عايز ترضيني بجد، اني نفسي اعمل عمره. الله. طب وعزة وجلال الله، انا وانا قاعد مع نفسي من كام يوم يا بنت انا حاسب لسه بفكر اخدك ونطلع عند بيت ربنا نعمل عمره ونيجي بنادي الله وندعي له واقول له يا رب انا عمري ما اذيت حد وبتمنى الخير لكل الناس، يا رب ارزقني بحتى بعيل واحد بس. شفت، عرفت انك نفسك في عيل، صدقتني. ايوه يا محسن، نفسي في عيل بس منك انت بس. يا ست بدوية، انتوا نسبكوا يشرف وفوق دماغنا من فوق، بس يعني دي بنتي ومن عيني، ما ينفعش ادخلها على ضري. ضرت ايه؟ انتي حاسبه محاسن دي ست؟ والله العظيم لولا خشيتي من الله لكانت اول يوم دخلت فيه داري طردتها فيه، بس الواد بيحبها وكل ما اقول له اتجوز وخليف لي حته عيل يقول لي ياما ما اكسرش بخاطرها، وهي بقى يا اختي مستقويه. برضه الامر ما يسلمش. لا يسلم ولا ما يسلمش. طلباتكم ايه؟ ليكي عليا اجيب لها شبكه ما لبستهاش بنت في الناحيه واعمل لها فرح اسبوع. قولي مبروك بقى. بس سسلين بيعزها. بيعزها ده ايه؟ هو بس ابني قلبه طيب زي اللبن الحليب، وهي صعبانه عليه مش عايز يكسر بخاطرها، وهي بقى سايقه فيها ومستقويه. يا اختي سمعيني مبروك بقى وفرحي قلبي. طيب الخير في ما اختاره الله. على البركه. عشان ما ترضى عليك وانسى سهاك. انا جبت لك كوبايه شاي عشان تظبطي بيها دماغي. تسلم ايدك يابا. انت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. انا ما رضيتش اكلمك لما رجعتي، قلت استنى لما اسيبك براحتك. انت اتخانقتي مع حماتك؟ يو يابا، وهو ايه الجديد؟ ما هي كده عليها عشتي وكل يوم من ده، ما انت عارف. ماني عارف، بس الغريب انك سبت بيتك وجوزك. وبعدين بقى انت شكلك كده متضايق ان انا جاي اقعد معاك يومين، صح؟ متضايق ايه؟ هو انا اقدر استغنى عنك يا حبيبتي؟ خلاص، يبقى ما تقعدش كل ساعه والتانيه كده تسالني مالك مال. لا، ما انا برضه ما اقدرش اشوفك زعلانه ومتضايقه كده وانا مش قادر اعمل حاجه. تعمل حاجه ده ايه؟ هو انت فاكر ان في حد يقدر يدوس لي على طرف ولا يفتح بقه معايا بكلمتين زياده كده ولا كده؟ وحياتك انت ابدا، هي بس ام سليم كل شويه تقول لها كلمتين يسموا بدني، تزود في الحديد شويه، والمره دي بقى بيني وبينك كده هي زودت فيه حبتين، بس انا مش زعلان. لا شكلك زعلانه وباين في وشك وانا عارفك كويس. هي مين دي يابا اللي باين في وشي؟ هو انت فكرني صغيره زي زمان اول ما تبصي في وشي هتعرف كل حاجه؟ لا، انا كبرت دلوقتي ونعرف نخبي اي حاجه. لا ما تقدريش، شكلك كده كانك رجعتي عندك 15 سنه. بجد يابا؟ يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطرك. عارف يابا، انا مش زعلانه منها ولا من ابنها، انا زعلانه من الدنيا. انا مش عارفه، بحس كده ان الدنيا بتدي الناس كلها وبتيجي عندنا وتقف. وبعدين اقول استغفر الله العظيم. طب فكري يا بت، راجعي نفسك كده، واشرد كده مع نفسي واقعد افكر اقول طب يا ربي انا يمكن زعلت حد، يمكن ظلمت، يمكن
يمكن دوست لحد على طرف، ولما دماغي كده توجعني ويغلب حماري ارجع واقول لنفسي لا لا فوق يا بنت حرام الكلام ده، ده ابتلاء من ربنا. وابوكي قال لك ان ربنا لما يحب العبد ايه يبتليه. ونعم بالله واقول استغفر الله العظيم ارزقني يا رب زي ما بترزق كل عبيدك. بس ارجع تاني وابقى زعلان، انا مش عارفه اعمل ايه. ماني يابا الوليه ما بتقعدش ساكته كل يوم والتاني تحيرني النبور. بس انا عندي امل والله لسه في امل، ربنا موجود وهيديني. نفسي كده يابا يبقى عندي عيل ويلعب ويعمل دوشه ويجي عندك هنا في الدار وتضربك دول. بس يا واد وانا اقول لك يابا انت مش بتحمل ضنايه ولا ايه؟ يا نهار اسود والله العظيم انا مروحه على بيت اخش كده واقول لسليم ابويا مش مستحمل الواد، تروح حماتي تقول لي كده خلاص بيت ابوك جد الدنيا يقعد هنا في حضن سته، بدل ما كل شويه كده عماله بتسن في بدني. انا تعبت يابا، بس عارف يوم ربنا يرزقني مش هتعرف تضايقني تاني الوليه دي. تاني نحط صابع في لا يابا مش هنحط صابع في عينيه، لان هي هتحبني وهتحب ضناي ابن ابنه ابن سليم مني ياب. ايوة والله بس انت ادعيلي حبيبتي يا بنتي. مالك يا ضنايا فيك ايه؟ يا اما اللي انت عملتيه ده ما يصحش، كان لازم تاخدي رأيي الاول. يعني هتكسر كلامي يا سليم؟ تصغر امك قدام الخال؟ يا اما هو انا عيل صغير علشان تروحي تخطبي لي من غير ما ترجعي لي؟ انا خلاص اديت كلمه للناس ولا يمكن ارجع فيها ابدا. يعني ايه لا يمكن ترجعي فيها ابدا؟ يعني هتتجوزها يا روح امك، وعشان اجيب لك من الاخر مراتك دي مش هتخش الدار هنا تاني. وماله يا اما؟ هاخد لها ضربة. يا قهرة قلبي يا حسرتي كده يا ابني تحرق قلبي كده اهو. انت ايه يا ولا لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتحس؟ ما نفسكش اشوف لك حتة عيل كده يكبر قدام عينيك ويشيل اسمك؟ ولا بيت بيت تفرح بيها وانت بتجوزها كده بتتزفق قدام عينيك في الكوشة؟ انت ايه قلبك حجر يا اخويا؟ ما كانش عشانك عشاناني. اجيب لك من الاخر يا امه، اني مش هتجوز على محاسن. قطعي قطعت محاسن وسنين محاسن، واليوم اللي دخلت فيها علينا الدار من ساعتها الهم والغم والنكد راكبنا. أنا بقى هقول لك كلمتين حطهم كده حلقه في ودنك، الله في سماه لو ما سمعت كلامي ونفذته انت لا ابني ولا عرفك، وقلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. ياما حرام عليكي بقى، حرام عليكي. حرام؟ حرام عليا اني ولا حرام عليك انت اللي عايز تعيشني مقهوره ومحصوره؟ بكره بكره هاخدك من يدك كده ونروح نخطبها رسمي، وده آخر كلام عندي، خلص الكلام. في كلمتين واقفين في زوري ومش هنعمل لما أقولهم لك. أنت ساكت ليه يا سليم؟ ما تاخد مراتك وتروحوا تقعدوا في دار بعيدة. بصراحة كده وبحق ربنا أمك ممررة عليها عيشتها. أنت ساكت ليه؟ ما تتكلم. اتكلم اقول ايه؟ لا ده انت كده بقى الحال ده عاجبك. مش عاجبني، بس انا كمان زهقت وتعبت، انا كمان نفسي في حته عيله جميله. طب والعمل يا ابن امي؟ بنت ما حسن طيب استحملت معايا كتير قوي يا جميله، بس ثلاثه بالله العظيم انا ما قصرت معاها وكله كان على ايدي كمان تبوي. خلاص يا اخوي اتجوز، لو هو ده اللي هيريحك اتجوز. انا مش ارتاح، مش ارتاح غير لما ربنا يكرمني بحته عيل، بس من محاسن مش من حد تاني. طب اني هقول لك، اني هاخد محاسن للدكتور وانت تعمل اللي امك عايزاه، ولو الدكتور قال ان في امل تبقى ساعتها مالكش دعوه باللي امك عملته، هو اللي يهمها انك تخلف. تخلف بقى من بنت رؤية ولا من محاسن اهو تخلف والسلام. بقولك يا جميلة
انا مش عايزه اروح. ليه بس؟ خدي تعالي هنا. طب ايه اقولك بقى؟ انني حاسه كده ان الدكتور ده باذن الله ايدي فيها الشفاء. واللي ما حصلش نبقى حطيت امل عليه كتير وكل اخر طلع على الفاضي. تعالي يا محاسن، تعالي يا حبيبتي. بصي يا محاسن، ربنا سبحانه وتعالى هو يا اختي اللي بيدينا المرض والدواء، واحنا بنسعى بس. يا رب يا جميل، والله انت طيبه وقلبك ابيض، ربنا ما يحرمنيش مني. انا بقى مش عارفه كنت هنعمل ايه من غيرك. اهو جينا بقى للكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب. كنت هتلوصي وهتغرقي في شبر ميه. يلا يا اختي يلا خلينا نلعب. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه كده، وبصراحه خايفك تزعلي. لا ما تخافيش مش هزعل. قول. امي الحاجه كده ساعات بتزعل يعني، وبتعصب نفسها وتنكد عليا، بس انا عارفه ان قلبها ابيض، عارفة برضو انها معذورة وبتعمل كل ده عشان خاطر ابني. اقول لك يا اختي، امي بتعمل كده ليه؟ ليه؟ عشان اخويا بيحبك. اي والله يا محسن بيحبك، ده انا حتى بغير من كلامه عنك. انا امبارح كنت قاعده معاه وقال لي ان هو نفسه يخلف، بس نفسه يخلف منك انت يا محسن مش من حد تاني. بجد يا جميله؟ والله بجد. طب يلا احنا اتاخرنا على الدكتور. يلا يلا.